السلام عليكم. يوم نعود إلى مدينة وهران لنقف على العملية تاع التدشين والافتتاح نتاع أكبر مول في إفريقيا واللي تم تدشينه هذا يعني البارح يعني بطراز عصري رائع فيه كل يعني الخدمات المتاحة حاليا في كل مولات العالم نجدها في هذا المول الجديد بمدينة وهران واللي يعتبر رابع مول بهذا الحجم في مدينة وهران. إذا إن شاء الله تكون الأسعار في متناول الجميع ونخليكم تتابعوا هذا الفيديو. إذا والسلام عليكم. يعني كوزارة التجارة تمكننا أن نقرب مباشرة التاجر من المستهلك. للأسف عندنا ظاهرة في الجزائر اللي ما قدرناش نسيطروا عليها على إثر غياب فضاءات من هذا النوع اللي هي كثرة الوسطاء يعني اللي يتوسطوا بين المنتج وبين المستهلك. احنا لاحظنا أن المنتج للأسف ينتجها بأسعار بخسة وبخسة جدا، لكن المستهلك يستهلكها بأسعار غالية وغالية جدا. أهم شيء هو أننا المنتج يلقى وين يسوق السلعة نتاعو بدون ما يدخل إلى احتكار أو يعني ناس تحتكر له المادة تاعو. كذلك المستهلك يجي يلقى أسعار خضر، فواكه، الكتروميناجي، ألبسة، كل ألعاب، كل شيء اللي يحوس عليه يلقى في هذا على الطبع. مساحة إجمالية تفوق 55 ألف متر مربع ينتصب المركز التجاري الجديد وهران الكبير في مدخل المدينة، حيث يشكل فضاء خدماتيا وعائليا مميزا. هو إضافة لمدينة وهران، هي عاصمة الغرب الجزائري. احنا نتمناو المحافظة على هذا المكسب الكبير. منظم جميل عائلي ومكان ترفيه للاطفال كبار. ما شاء الله، يعني مركز في بلاصه شابه، لاكسي الدخول والخروج، ثاني السيارات، موقف السيارات كبير يتسع لجميع الناس. 150 محلا تجاريا يضمها هذا المركز، وهو ما يساهم في تنشيط الخدمات التجاريه وانشاء مناصب شغل جديده للشباب. الحمد لله كحلينا فتحنا لقينا تسهيلات، وإن شاء الله يكون إضافة ومعلم جديد للمواطنين والسياح. إن نجاحنا في تحقيق هذا المشروع يرجع للسلطات العليا في البلاد والدعم والمرافقة. تم استحداث من خلال هذا المشروع أكثر من 1000 منصب عامل مباشر و 3000 منصب غير مباشر. مثل هذه المرافق التجارية والخدماتية الضخمة تعزز مكانة وهران كمدينة اقتصادية وتجارية، وتضيف لسكانها والوافدين عليها متنفسا إضافيا للعائلات.